وللاقتراب أكثر من هذا الإنجاز ينضم معنا في استديو علوم الدار سعادة السفير حمد الكعبي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. مساء الخير سعادتك، وبداية نتحدث عن مراحل التقييم التي مرت بها من أجل إصدار الرخصة لتشغيل الوحدة الأولى من المحطة، تفضل. شكرا على الاستضافة. اليوم في الحقيقة الإعلان عن إصدار التصريح الأول للمفاعل الأول في براكة يعتبر تتويج لأعمال امتدت أكثر من 12 عام منذ بداية البرنامج أو تطوير برنامج الإمارات للطاقة النووية السلمية، وهي تعكس فعليا الجهود التي قامت بها الحكومة والمؤسسات في إنشاء بنية تحتية نووية وهيئة رقابية وإطار رقابي في هذا النطاق. الإصدار تصريح التشغيل اليوم يعني أن شركة نواة جاهزة لتشغيل المفاعل الأول وتحميل الوقود وللانتقال إلى التشغيل التدريجي والتشغيل الكامل في نهاية المطاف. نعم سعادتك، ما هي معايير إصدار الرخص التشغيلية لمحطات الطاقة النووية؟ معايير الإصدار تتطلب تقييم شامل لجميع أوجه الخاصة بالمفاعل النووي من ناحية الموقع، من ناحية تصميم المفاعل نفسه وأجهزة وأنظمة السلامة الموجودة فيه. تتضمن أيضا تقييم لإجراءات السلامة. نعم. إجراءات الطوارئ النووية. نعم. بالإضافة إلى قائمة من الأمور الأخرى، هذا إلى إضافة إلى تقييم المؤسسة نفسها التي تشغل المفاعل من ناحية الجاهزية التشغيلية، من ناحية. نعم. الإجراءات وأيضا الموارد البشرية التي فيها. نتحدث عن المخلفات، يا ترى كيف هي آلية التخلص من هذه المخلفات بحيث تتفادى أيضا أضرار البيئة؟ التقييم يشمل أيضا إجراءات وبرامج تم اعتمادها للتعامل مع النفايات النووية سواء من ناحية اللو ليفل والهاي ليفل، بالإضافة إلى طريقة التعامل مع الوقود المستهلك. براكة أو تصميم محطة براكة يتضمن أحواض لتبريد الوقود المستهلك تمتد لعشرين عام، وهناك خطط لنقل الوقود المستهلك إلى مخزن جاف بعد هذه المرحلة. نعم، ماذا عن ما الذي ستقوم به هذه الوحدة تحديدا في مجال الطاقة النووية السلمية؟ الوحدة الأولى هي جزء من أربع مفاعلات يتم تشييدها في محطة براكة في دولة الإمارات. محطة براكة عندما يشغل أربع مفاعلات راح تقدم حوالي 25% من الطلب على الكهرباء في دولة الإمارات، بالإضافة إلى إضافة نوعية أو نقلة نوعية من ناحية الانتقال قال إلى استخدام مصادر نظيفة في قطاع الطاقة في دولة الإمارات. نعم، هناك أيضا كما نعلم وحدات أخرى في المحطة، يا ترى ما هي الفترة الزمنية لتشغيل كامل الوحدات؟ بالانتهاء من ترخيص المفاعل الأول الهيئة الرقابة النووية راح تستمر بمواصلة الفحص ومراقبة عملية التشغيل الأولى للمفاعل، وأيضا في نفس الوقت تبدأ مراجعة رخصة تشغيل المفاعل الثاني والذي يعتمد بالتنسيق مع شركة نواة مستقبلا بإذن الله. سعادة السفير حمد الكعبي ممثل الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، شكرا لك على حضورك. سعيد.